رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولي وحن كود حجرنا كتاب كي شمائل كه وحن النوغو سودن بي باب كي سفاق كوفي بريد كنبيغا اي انتو مكة غالي اساقو مدحي سأي كوفي بريد تحي مركو اسكسي بينا من بي مد او باهي رسولك الهيو ابن خطل وحو كود جايا استاركي كعبادة سايلنا كدلابو باهي ابن شهاب وحو يري وحا اسو قاري رسولك صلى الله عليه وسلم مالنتا انو صن محرم اهين مو صن حرمانين معناها باب كي تدرئي طوانات باب ما جاء وحي كل مد ايو باب ويهي في عمامة الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي عمامة ديسي دي كل مد ايو مركاب باب ويهي حديث كي بقول يا سغالات حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن مهد عن حماد ابن السلامة حاء والتحويل سند إلى سند آخر إمام كاوحو كقورة يا سند كل مركة أقورة يا وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلامة عن أبي الزبير عن جابر دخل النبي نبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مكة مكة يوم الفتح ما لنتي فتح وفتح مكة وعليه عمامة رسولك دشي سنة عمامة أي تهي سوداء أمذو رسولك أسقو عمامة مذوقبة أي مكة صلى الله سنة كي فتح مكة وسندي سيديد رسولك عمامة بمركة قبي عمامد مد مذو بي اهيد عمامد مذو الا حران كري ارك مذو اي حديث كنت المامية حديث كي بقول اي طبانات حدثنا ابن ابي عمرو حدثنا صفيان عن مساور الوارق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال وحو رأيت وان اركي على رأس الله رسولك مدى حيسان أركي صلى الله عليه وسلم إمامة عمامة صارا إمامة داس سوداء مذو إمامة مذو أصغو قبا أيان أركي واكي هدى أنصو مرني أوكالو عمامة مذو يرسولك حرتي حديث كي بقول كو يطبانات حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال لبضب وحي بهين حدثنا وكعبا نور رمي عن مساور الوارق عن جعفر بن عامر بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي رحانيس ينبت قلي كركي سهاء هاتي أي خطب خطب أخريي وخطبيي الناس ضدكي بو أقدبيي وعليه عمامة أصغو عمامة قبا سوداء أمر كامذو عمامد مذو أصغو الرسولك قبا أحاديثان أوردان وحي إسكو ساعدين وإسكو سو كالمين يان رسولك إنو قاتي عمامد مذو أي نبنان تهي عمامد مذو إن مركان لحرته خطب الناس دبكي بو أخد بأخري وعليه عمامة دشي سنة سوداء مذو إيطهي حدثنا هارون ابن إسحاق المهداني حدثنا يحيى بن محمد محمد الأدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع حق سوح وكوري عن ابن عمر قال إنه يري كان النبي نبي وحو أها صلى الله عليه وسلم إذا اعتم مركو عمامة صنايو ومركو عمامة حرانة يسدل كرار رعيه
إمامته إمامتي سبين كتفيه لبدي سقربوت بحدود هل كا قبال إلا بدا قربوت وبحيصة أي كرار عنجري قال وحي راهدين وحلو لجيدا إنو مرحصا وحضوبته نبيغا وكحرته أي درس كمدأة سيدا انتقانا سيدا روايدة قاركود اي تلماميان هل تاكا اوكالي يوساس اسي دينجري ماشا قبال او لبدا قربوت لحذو ذا يوكسو دينا يادرف كيدا ومركو سا احرتو اما بيعي كرت انو مركو مدحا سا صارتو لبدا درف اي ميديك اي بدحك ايمانيسا لبدا قربوت لحذو ذا وسا اغطورو وقال كسور رارغيو وابن عمر وحولي هاي كان النبي نبي روحو اهانجري صلى الله عليه وسلم اما او اها اذا اعتم مركو امام ذي صنايو ومركو امام الدحرانايو سدل كرى الرعي ايو اها امامته امام ذيسا بين كتفيه لبذيسا قربوط بينكو ذا اما دحذو ذا قال النافع وحويري وكان ابن عمر نوحو اها يفعل ذلك ارنتا متسمايا ابن عمر نصاص أيو يلي جري قال عبيد الله نوحو يريه ورأيت القاسم ابن محمد بن أركي إيو سالما سالم ابن عمر أو يفعلان سمينا هيا ذلك أرنتا أيغو حالدا سمينا يوفلا يو إمام دودة مركي إمام ذي سنيان إمام دودة كرارعية لبربط إحدودة أيان أركي لبضاقف عبيد الله باسا بها يو رأيت القاسم ابن محمد ايو صالما صالم با يفعلاني ويسمينا يين او ايقو سمينا يان اركي ذلك ارنتا حديث كي بقل سدح ايو طبانات حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكي حدثنا ابو سليمان وهو ابو سليمانكو عبد الرحمن ابن غسيل وايه عن اكرمه وحوكوريي اكرمه عقيس التابعية عن ابن عباس والصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك الله خطب إنه خطب أخريي الناس ضدك إنه رسولك ضدك أخذ بيي وعليه دشي سنة عمامة عمامة أيتهي دسماء أو دسماء مع سوداء إمام مذو أسليدي سن دسملة أو حي لا تلمام يا أو لغو شبهيا إني السليد لهيد أوكالي تان مذوغ او اكايا او دنك مذوغ ايا مركا لو بدينيا خطب الناس ضدكي بو خطب او اخري رسولك واخد بيي وعليه عمامة عمامتنا وقري دسناء معناها السوداء او مذو معناها امام مذو ايو مركا رسولك قبي باب حديثك اي باب كي طبعا ايسي ديذات باب ما جاء وهي كوي مد أيو باب ويهي في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غوز قنتي جيسة صفة ديسة صفة غوز قنتي إلا نبركو مرنا ورداء وقربا لغا قاطا مرنا وإزار وحوص بحرتا حوص حرشبي رسولك صلى الله عليه وسلم صفة ديسة حديث كي بقول يطبن إي أفراد حدثنا أحمد بن مونيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب بن حميد من هلال عن أبي بردة عن أبيه قال وحويري أخرجت وينوصو صارتي لنا أنك عائشة عائشة رضي الله عنها كساءً ده قو بينوصو صارتي قو أصو ملبدا ملبد لطلطلي قو ملبد وصذي تلتلي قلب سنادي أي نوصو صارتي وإزارا إيهوز قنتي غليظا أذك سوء قدر أما مددي أويلي بدنان تيدا أي تهي مت متقانا غليظا غليظ نقضيو أذك فقالت وحي ترعى إيشو قبض واللقاتي واللقبلوضي روح الرسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم روح ذيسا في هذين لبدا دحد بالله وافصدي اساغو لبدان قبا ايا لا افصدي اساغو لبدان هيستون دار كلا بهيسن ايا marka la ofsaday macnaha taana way dhici karta ukhrijad way no soo saartay lama anaga aishatu aisha radiyallahu ta'ala anha نحرس إن بدقير إيه إلهي هكرالي النقضي إلهي هكرالي النقضي
waxaa lagu oofsaday bay tiri rasuulka sala alayhi wasalam ukhrijad way noo soo bixisay lana annaga caaishatu caaisha radi allaahu canha xaggeeda ilaahay ha ka raadi noqdee kisaa'an go' bay noo soo bixisay mulabadan mulabad ah adkaaday oo toltolan macnaha asagii baa la tolay suudhanka iyo dhinacu waxba uga jeexmaayo kar baa saarnaa amase mulabad buu ahaayo waa la toltolay wa isaaran iyo hoosgunti hoosguntigaasoo galiidan adkaadayoo adag faqaalad markaasay tiri qubida waa la qaatay oo waa la qibdooday ruuxu rasuuliillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ruuxdiisii ayaa la qibdooday bay tiri fii haadayn baa lagu qibdooday laba dhexdooda oo waxaa dhici karta inay ula jeedo labadan ma ahee wax kaloo dhara uu ka tegay ma jirin amase labadaa buu markaa watay xadiidkii 115-aad xadathanaa maxmuud bin kaylaan xadathanaa abu daawuud can shucb can alashcaf bin saliim qaala samictu camatii eedaday baan maqlay buu yidhi tuxadathad ka waramaysa can camiha adeerkeed eeddaa adeerkeed ka warantoo qaala wuxuu yidhi bay tiri baynaa waqti ana anigoo amshii socda fi lmadiinati magaalada madiine dhexdeeda idaa insaanun waaba qof khalfii gadaashayda ka yimid oo yaquul dhahaya irfac izaarak kor u qaad hoosguntigaaga qofaaba gadaashay ka soqaaya madiine ayaan dhex socdaa idaa insaanun waaba insaan khalfii gadaashayda ka dhawaaqaayo yaquulu dhahaya irfac kor u qaad isaaraka hoosguntigaaga fa innahu maxaa yeelay atqaa wa abqaa macnaha atqaa lillaah wa abqaa ay andaf atqaa wa abqaa atqaa andaf min alwasaqi taasaa kaga nadiifnaasho badan xagga wasaqda macnaha markaad kor u qaaddo dhulka gaarsiinin maradu waa nadiif wa abqaa ay akharu duuman lithawb inay daa'imtay baaqi noqotay maradii sii jirtana taasaa u badan oo qofku mar allaala markuu marada dhulka ku jiido wasaqdana way gaaraysaa in badanna jiri mayso wax badan baaqi ma noqonayso marka kor u qaad macabistaada fa innahu maxaa yeelay abqaa taasaa u nadiif badan wa abqaa u jiritaan badanoo way sii daa'imaysaa fa idaa huwa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam allahu akbar saasaan u fiiriyey waaba rasuulkii ilaahay waaba rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam fa idaa waaba huwa asagoo rasuulullaahi rasuulka la ah ninka ii dhawaaqaya fa qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow innamaa hiya ayadu burdatun waa go malxaa-un malxa ah markaan irbaadiyaasha ay qaataan iyo malxa ah macnaha iska liidato waxba aan ahayn wa waa go buu yidhi rasuulkii allo waxba ha u arkin habaabaada haddii la rabo ula jeedaa wasaqaad noqoto fa innamaa hiya burdatun waa go malxaa-un liidata oo hoosaysa waay qaala markaasuu rasuulku yidhi amaa laka fiya uswa miyaadan igu dayanayn ani waxay rabto ha noqotee amaa laka miyaysan kuugu sugnayn adiga fiya aniga uswatun ku dayasho laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala rasuulka alla uswo ii ku dayasho fiican baa idinkugu jirta sootuu ilaah yidhi miyaadan igu dayanayn fa nadartu waan eegay fa idaa isaaruhu hoosguntigiisu wuxuu joogaa ilaa nisfi saaqayhi kubkiisa nuskooda meeshaa kubkee lugta ah meeshaa hilibka leh meelaha hoostooda iyo muskeeda way markaa taagan tahayba meeshaasay markaa taagan tahay oo meeshaasay markaa joogtaa fa idaa isaaruhu hoosguntigiisu ilaa nisfi saaqayhi waa kubkiisa ama saaqaynkiisa nuskooda xadiidkii 116-aad xadathanaa suwayd bin nasr xadathanaa cabdullaahi bnu mubaarak can muusa bin cubayda can iyaas bin salamata bin alaqwac can abiihi aabihii xaggiisa waxaa
وكي قال إنه يركان عثمان بن عفان وحو أها يأتزرده مد معوي سيسته ومعوس حرتو قارسية إلى أنصاف ساقيه كبكي سنسكوذ أنصاف كوذ أيو مركا قارسينا يي أو وعو قارسينا يي معوس تيسا إلى أنصاف ساقيه ساقين كيسا لو تميشا دير اي كبكا مسكيدا وقال عثمان بن عفو يري هكذا سذابي كانت أهيد إزاره معوس حرش ريسا أما إزارة صاحبي صاحب كي هزقون تيسا إسو أحرنجري يعني صاحب كالنبي نبي أولجي ذا صلى الله عليه وسلم رسولك أو صاحب كي أها بعدما رسولك أول قفا صاحب كتلغانا يمجرو هدي سعيد أن صاحب كتلغان لها أبو بكر بان كتلغان لها لكن إلهي با صاحب إغتلكتي سيدا نبي إبراهيم با أو صاحب إغتلكتي إلى سبحانه وتعالى قف أمضى كميد أه إن صاحب كتلكتو ولا إيدي ذي أو سيدا إبراهيم أو صاحب إلهي إغتلكتو أنيغا إغتلكتي هدي قف أن كتلغان لها أما لاتخدت أبا بكر خليلا أبا بكر بان وداي كتلغان لها أبي بكر بن صاحب كتلي أبو يري رسولك صلى الله عليه وسلم لكن خلد الإسلام كأيو ولا التنمر أي كس أي جرت مرك يعني النبي كان عثمان بن عفان وحوأها وحوأها يأتزر مدوع معوي سيستا معناها معوستي أي وحو جيسنجري رسولك صلى الله عليه وسلم بوليه إلى أنصاف ساقيه ساقوين كيسا أما أنساق واللقطة ميشا قير نصف جيدا وقال وحو يري عثمان هكذا سيدان أيي كانت أهيد إزارة صاحبي صاحب كي هزبنت جيسا يعني النبي ولجيدا صلى الله عليه وسلم وميشا لقيه ميشا لقو إكيا ميشا أهيد حدكي بقل طبعا يتضبات حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن نبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليماني قال وحويري أخذ رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أيا قبطي بعضة ساقي ساقية وماشا كبكا هلبك كيالة ماشا كوصني هلبك جيركا أيو قبطي كيجة أو ساقيه أما كيسو قبطي نبيك والله بامد إنو كي عبد الحذيفة قبطي إنو نبيك كيسي قبطي لبضى بواسورة قلو وشكي أخذ رسول الله رسولك الله وحو قبطي صلى الله عليه وسلم بعضة ساقي ساقيه كبكيه ماشا كوصا إيلبك أو ساقيه أما ساقيسي أي رسولك قبطي فقال مركز يري هذا ماشا با موضع الإزاري هزقنت جبوس كيسي أها ماشا وماشا لوغو تلقلي لوغ تمرك أيساء وديرتهي بحذ إنو قفك جيه فإن أبيت هدا دي دسي فلا حق حق وملا للإزاري هزقنت إلا جيه في الكعبين أنقويالك رواد قاركود وتيتري هدي انتاس أذا سمينين هصولك وحوغا إلا رسولك أوجيي كعبينك عن قويالك من الهاكو قوصاني لابد قوبك وحي سإنتا كهوس مرة وحي سإنتا هوس كسي آذا ففي النار نار تيبح أهانا يان قول لما أقول لما أقول وحي إنتا كهوس مرة وح الله لوحي مرة وحلو غطة لقل إيقفك قاضنايا إني كرسو نغط أنصاف ساقي إنو قارو هدي كلاما وحير كهوس مريو وحير إنو مركا كهوس مريو تانا مركا وأصمين كرا أما أنقويالك وميشا وقدم بيا وحي أنقوغا كهوس مرانا عذاب كي نارتا مركا إسكالي وقفك إنو آت إساق إلا ليين نقونيسا بالعكس دمركي وحالوغو تلقالي إني هوس جيان رجي نسان يلا لليهي قبلي ما تقرئ وحيان ساق لمن كان هوس بيجينيا واحد مدابة مركّة قبل كمدة إبليس واش قصة إسلامه
قف كست قف ككلو حو سمينا يا وحدين تعكسك أه كي كان كر أقال له هاسو دجا كي كان هاسو له كر أسوق هذا يا تي أولا إزدوال الله باي وإسفيد إيسا كي أدو واح إسكفيد لير وإزدوال دوال يا معناها وحد دريميسا ومدى ما أنت جوكت مركا أفرصته حالكو إنو إجي هاي وحن دونا سمينينا على كيف كلا ورقمينا معنا si alla la saa anagu rabno yen isyeelayna ee nabi muhammadu ee ilaahi mattaqaanin anaga danaheena anaga isna qaana taan qalad weyn bay noqonaysa walaalaya wax wanaagsan ma aha diinta bartaana la yiri waxaan diin ahayn baan baranayna ilmaha qeyrki wanaaga u toosiya la yiri waxaan qeyr lahayn baan loo toosinaya macnaha waa mulakhbat diinti maanta waxay noqotay qofka inuu sameeyo wax allah wuxuu asagoo markaa rado tan iyo san dhicin dumarku isdaboola la yiri xijaabkiina hoos u dhigaa la yiri meel hoose geeya la yiri xataa xadiidka uu tilmaamay xadiidkan qaybihiisii kale rasuulkii allow hadday raggu saa yihiin kayfa yasnacu nisaa say dumarku samaynayaan marada dirifteeda هل تاكو دارو يري هل تاكو مركز تريا رسول الله إذن تنك شفق دامهن قمدينا الأركيا مركز كر أقادنا لقطة قمد با موقنيس وميش رولك فيري وحي دي ديهن عكتي رولك اللي ديها هاي إن موقت نسانسي وحن جيراني كر كوبك عجر وعيرا دمان سبحان الله مركز إلهي سبحانه وتعالى رسول كي سحو كي روايه حدي سداتا هاي هل دون كدرا أنا كسيادينينا mar hal dudun ayo saaq la joog am kubka hal dudun lagu daray dhulkay gaareysa wiilka muslimka ah maanta markuu masajidka soo galo wuu u dheer yahay markaas uu laalaada xataa ogey inuu qalad yahay jeenisku uu wato am suwaalku uu wato soo u laalaada salaad maragba waa fidina hadana waa ka u fiican marka waxa loo baahan yahay in awaamirta ilaahay la qaato ningan hadda aan soo marnay ee rasuulka yiri kor u qaad marada ee rasuulka ilaahay waa burdo malxa aho iska liidata muxuu ku yiri amaa laka fiya uswa miyaad igu daynin ani dayasha ma way ukaa sugna miya ma berabtid bila igu dayatid marka rasuulka sal lla slam markuu fiiriyeyna ilaa nisti saaqihihu ahaa baabu maa jaa waa baabkii sagaal iyo tobanaad wixii ku yimid fii mashyati rasuulillaahi rasuulka alla socodkiisa socodkiisan iyo qaybo lamid ahna waxaan ku soo marnay bilowga markaan ka hadlayna sifaadka iyo khalqiga ama khuluqda ama khalqiga nebiga sida markaa uu ahaa markii laga hadlayay hadda qayb ka mida waaye fii mashyati rasuulillaahi rasuulka alle socodkiisa xadiidkii boqol sideed iyo tobanaad xadathanaa qutaybata bin saciid xadathanaa abi lahayc can abi yuunis can abi hurayra qaala wuxuu yidhi maytu ma arkin shay-an shay أحسن كقرحون من رسول الله رسولك حقي صلى الله عليه وسلم كأن واحد مودا الشمس قرحضه تجري إني سعت في وجهه وجه جيسا سيؤفتي منيسو وقبلا لنيسو وقرح بريه وجه جيسا واحد مودا إني عاد عادي هر سعته رسولك صلى الله عليه وسلم ولا رأيت ما أركن أحدا قف أسرع كجدك دك بضم في مشيتي سعد كيسا من رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم qof ka socod degdeg badanna ma arkin dadka baqi ahee daaha ee gadaal u socodka ahee jidka ku daaha muusan ahayn ka annamaa waxaad moodaa alardu dhulka tutwaa in la duubahayo lahu asaga loo soo duubahayo jidka dhulka in loo soo dhoweynaayo yaad moodaa innaa annagu lanujhidu waan qasbaynay oo waxaan dhibaynay anfusana fiyaalkeena kana ina ka daba tagno rasuulka markuu soconayo ilaan dadku isku socod maaha dad waxaad arkaysaa degdegaya dadka qaarkood markay la soconayaan aan la socon karin ka daba caraya naftooda dhibaya annagu saasaad ahayd wa innahu asaguna la gayru muktarifin mid isdabamaba ahaynba midaan isdabin buu ahaa macnaha dan sidiisuba saa u yahayo mid sa isku dhibaya ma ahayn rasuulka sal alla alayh wasalam oo mar allaal markuu soconayo ilaahay baaba u fududeeyeyba walaa ra'aytu ma aanan arkin maa ra'aytu dhe ma arkin shay-an shay suu abuu hureyre leeyahay axsana ka fiican min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sal alla alayh wasalam qof ka qurux badan oo ka wanaagsan nebigumaba arkinba ka-anna shamsa waaba sidii inay qoraxdu tajri ay socoto fii wajhi wajigiisa ilaa qoraxda meeshay ku dhacdo way dhilaalinaysaa way iftiiminaysaa waxaad moodaa inay qorax hortiisa socoto
ولا رأيت ما أركن أحدا أحد أسرع كدك بضن أسرع كدك بضن في مشيته سعد كيسا سعد كيسا دك بوءها من رسول الله رسولك حق كيسا صلى الله عليه وسلم كأنما واحد مودا الأرض بلك تضوى إن الله صدوبا له أصغى بلك بوينا يد مودا سوء أصعنا إنه ماشي سجاره إن أنغونا لنجهد وان لبينا أنفسنا في الكيان نفتنا قصدين واسكر لبينا سعدك إنان كيانا وإنه أصغى صوماها لغير مقترفين مت أن إسئلين بوبا أهابا صلى الله عليه وسلم ودبكم أهي حديثك بقول طبعاً إلا تحدثنا عبد علي بن جعفر وغير واحد إيها الكبضان قالوا حيدهين أنبأنا عيسى بن يونس بن نوور رميو عن عمر بن عبد الله أي نوور رمي ومولى غفرة أها غفر موليه سقال وحو باي أخبرني إبراهيم بن محمد باي ورمي ومن ولد علي بن أبي طالب أولادي سكمت أه أمورد كيسا قال وحو يري كان علي علي وحو أها إذا وصف مركو قابينا يوصفين هايو النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو ليه جري كان وحو أها النبي إذا مشى مركو صعنيو تقلع متقلع تقلع بو أها بدعر صعد أها معناه إنو قلق قوصنا يدمودا وصفق صنايو كأنما وابسلي أصغو ينحطه بنايا من سبب ملتاق إنو كسوه بنايو يدمودا ملكو فوق صنايا إنو قوصنايو سيد مركو أمريسا مركو رسول قصعنايا صلى الله عليه وسلم علي منك الله قوم جعابه أخبرني إبراهيم بن محمد أمي ولد علي بن أبي طالب قال يري كان علي علي وحوها وعلي بن أبي طالب إذا وصف مركو صفين هيو النبي النبي صلى الله عليه وسلم سعد كيسة قال وحوده جري كان وحوها النبي إذا مشى مركو عنايو تقلع مت قوسته أما فقصد بوها دق دق هي معناها ما ينحط واحد مودا مركات في رسو سدي أصغو هوبانايو كسو هوبانايو كسو دادقايا من صبابين ميل صباب ميل تاق إنو كسو دادقايا يد رسولك مودا صلى الله عليه وسلم حديثك بقولي لباتنات حدثنا صفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعولي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع ابن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجه أما رضي الله عنه قال وحو ركان النبي نبي وحو أها صلى الله عليه وسلم إذا مشى مركو صعني تكفأ مدهر الصعد له بو أها هرجيد أه تكفأ هر صعد تكف معناها تكفأ مدهر الصعد له تكفؤا هر صعد هر صعد من له بو أها هر صعد شو معناها كأنما واب سيدي أصغو ينحو بنايا وكسو دادقيا من سبب من سبب من سبب أو تاق إنو كسو قبنايا وكسو دادقيا أيات أمو دا رسولك صلى الله عليه وسلم ماشي نجوك توب بالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.